يقول السائل: كيف يستدل الإنسان على قبول عمله الصالح؟ هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يدري هل تقبل منه أو لا، ويخاف المسلم، يخاف أن لا يتقبل منه ولا يزكي نفسه، بل يخاف من رد عمله عليه. لكن يكثر من العمل الصالح، ويحسن الظن بالله عز وجل، ويخلص النية، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم.